الحمد لله الذي من فأفضل وأعطى فأجزل وأنعم فتكرم، له المنة على من هداه ولا إله لنا سواه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم اجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. والحديث معكم أيها الكرام الأفاضل هو حديث في غاية الأهمية، وهو واجب على كل مسلم ومسلمة، لا يتحقق إيمان العبد إلا به، وهو تعظيم الله جل وعلا وإجلاله. فإن تعظيم الله هو أصل الدين، ولا يستقيم إيمان المرء إلا بتعظيم الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى قد بيَّن لنا هذا ووضَّحه في كتابه غاية الوضوح، كما سمعنا من الآيات الكريمة من الإمام وفقه الله. وأول هذه الأمور التي ينبغي أن يحققها الإنسان في تعظيم الله جل وعلا هو توحيده وإخلاص العبادة له سبحانه، وهذا يكون في تحقيق التوحيد في أقسامه الثلاث: في توحيد الربوبية أن يعظم العبد ربه في مخلوقاته التي خلقها جل وعلا، وأنه هو الرب المعبود، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. والتوحيد الآخر وهو توحيد الألوهية، بأن يعتقد المسلم اعتقادا جازما لا شك فيه أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة، وهذا هو التعظيم لله جل وعلا. وعبادة الله سبحانه وتعالى هي الغاية العظمى التي بعث من أجلها الرسل، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا التوحيد، أي توحيد الألوهية، هو الذي نازع فيه المشركون مع إقرارهم بتوحيد الربوبية، ولكن إقرارهم هذا لا ينفعهم، لأن توحيد الألوهية ملازم وملتزم لتوحيد الربوبية. ولذلك فإن هؤلاء المشركين كانوا يعظمون الله تعالى بأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، لكن ذلك لم ينفعهم، لأنهم أشركوا مع الله جل وعلا في عبادته. وكما تقدم في الآيات التي سمعناها أن هؤلاء المشركين الذين أشركوا مع الله في عبادته سيندمون على ما فعلوا، وسيعترفون بخطئهم يوم القيامة. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هذا اعتراف منهم: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ رد الله تعالى عليهم بقوله: قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ورد عليهم ربنا جل وعلا بقوله: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ثم التوحيد الثالث، وهو تعظيم الله جل وعلا
في أسمائه وصفاته، والتأمل فيها غاية التأمل والتأثر بها، فإن في أسماء الله وصفاته بيان واضح لتعظيم الله جل وعلا. قال ربنا سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والمسلم يعظم الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، فإنه إذا حقق هذا الأمر فقد عظم الله جل وعلا غاية التعظيم. وأما من صلى وصام وزكى وحج وذكر الله وهو لم يحقق هذا الأصل العظيم فإن ذلك لا ينفعه، لا ينفعه أبداً، لأن الأصل عنده مفقود. وقد قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورًا. والأمر الثاني الذي يحقق لك أيها المسلم تعظيم الله جل وعلا تعظيم العبادات المشروعة التي شرعها الله تعالى على عباده، ومنها أركان الإسلام الأربعة في حديث ابن عمر: في إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وقد جاء لفظ التعظيم أيضا عند ذكر هذه الشعائر في قوله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأكدها ربنا جل وعلا أيضا بقوله: ذلك ومن يعظم حرمات الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلا يحصل للقلب تقوى ولا يحصل له إيمان ولا استقامة إلا إذا عظم ما شرعه الله جل وعلا. هذا وإن كانت هاتان الآيتان في سياق الحديث عن الحج، لكن الأصل هو العموم في الخبر، فالشعائر والحرمات تعم كل شعائر الله جل وعلا من الحج ومشاعره، ومن جميع أركان الإسلام، ومن أوامر الله تعالى ونواهيه. فإذا قام العبد بتعظيم هذه فقد عظم الله جل وعلا، لأن تعظيم الله عام في كل شيء بخلاف تعظيم بعض البشر. فبعض الناس يعظم لماله، وبعضهم يعظم لجاهه، وبعضهم يعظم لقوته ونحو ذلك، فهو تعظيم لمعنى خاص والمعنى بشري. لكن التعظيم العام الكامل التام هو لله جل وعلا. وأيضا الثالث: إذا أردت أن تحقق تعظيم الله جل وعلا فعظم كتابه الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا قد عظم القرآن العظيم أيما تعظيم، وذلك قبل أن ينزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عظمه وهو في اللوح المحفوظ، قال جل ذكره: وإنه، أي القرآن العظيم، في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ، ولدينا أي عندنا. وإنه لفي أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، علي أي ذو علو ورفعة ومعجز لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، هذا قبل أن ينزله. وأيضا جاء في إخبار الله تعالى عن القرآن العظيم في الكتب التي قبله، قال سبحانه: وإنه لفي زبر الأولين. يقول ابن كثير: أي إن هذا القرآن مذكور في الكتب السابقة التي كانت قبل هذا الكتاب. فهذا تعظيم الله تعالى لكلامه، وعظمه من وجوه كثيرة وليس هذا المجال بسطها،
المجال في بسطها، لكنني أذكر بعض الآيات التي تدل على تعظيم كلام الله، لأن تعظيم كلام الله هو تعظيم لله الذي تكلم به. ومن تعظيم الله تعالى لكتابه أنه أنزله في شهر رمضان، في هذا الشهر الكريم، وفي أفضل الليالي نزل القرآن جملةً من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك مفرقًا على حسب الوقائع والأحداث بدايةً من رمضان. قال جل ذكره: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، وعظمه في مواضع أخر، فقال سبحانه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وأيضا عظم الله جل وعلا نفسه في كتابه، ومن أهم ما عظم الله تعالى نفسه في كتابه في أول سورة الفاتحة، في الآيات الثلاث الأول التي يقرأها المسلم في كل صلاة، في كل صلاة فرض أو نافلة، فإنه يعظم ربه ويثني عليه ويمجده. وأيضا أثنى الله تعالى على نفسه المقدسة في كتابه الكريم في سورة، في آية عظيمة هي آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن، وسورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن. وفي مواضع متعددة أيضا عظم الله تعالى نفسه في كتابه وعظم كتابه. ومن تعظيم الله ومن تعظيم العبد لكتاب ربه أن يتلوه تلاوة بصدق وإخلاص ورجاء ثواب من الله جل وعلا وتعظيم، كما قال الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وما هو حق التلاوة؟ ذكر العلماء أن حق التلاوة يشترك فيها اللسان والعقل والقلب، فحظ اللسان هو تصحيح التلاوة وحفظها، حفظ الألفاظ من الأخطاء النحوية الإعرابية أو اللفظية، وأيضا على حد قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. والحظ الثاني يشترك فيه العقل، وهو بالتدبر والتأمل لما يتلوه من آيات، لأن الله تعالى قال في كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فأمر بالتدبر، وأنه لا يكون إلا من أصحاب العقول السليمة، لأنه ختم الآية بذكر أولي الألباب. ومقت الله تعالى المنافقين الذين يقرؤون القرآن ولا يتدبرون ما فيه، قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأيضا يشترك في ذلك القلب، وحظ القلب هو التأثر والاتعاظ بما يقرأ والالتزام بالأمر والانتهاء عند النهي. هذا هو تعظيم الله جل وعلا في كتابه، فالمسلم يعظم ما عظمه الله جل وعلا. ومن ذلك أيضا أنا أذكر التعظيم على سبيل الاختصار، وإلا الكلام يطول في هذا. الأمر الثالث وهو من تعظيم الله جل وعلا التأمل في آياته الشرعية والقدرية أو الكونية، التأمل في الآيات الشرعية التي يتلوها العبد ويعمل بها ويتبعها وينتهي عند نهيها، ويتأمل في نفسه وفي خلقه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ويتأمل في الآيات الكونية التي خلقها الله جل وعلا ويشاهدها كل إنسان: الأرض والسماء والشمس والقمر والليل والنهار، هذا كله يدل وينطق هذا الكون على تعظيم الله جل وعلا، وإنه لتعظيم عظيم لله. هذا الكون البديع
الذي لا يتخلف ولا يتغير، فهو يأتي بنظام دقيق، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والآيات التي تدلك على التأمل في هذا الكون العظيم كثيرة، وإن التأمل فيها لهو من العبادة العظيمة التي أمر الله تعالى بها في قوله سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. تأمل كيف ختمها بأولي الألباب، أي أصحاب العقول الذين ينظرون ويتأملون ويعظمون الله ويزيد بذلك إيمانهم: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. أمر الله تعالى بآيات كثيرة في التفكر في مخلوقاته: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فلينظر الإنسان إلى طعامه، إلى غير ذلك. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. في هذا إقامة الحجج على المشركين وعلى المعاندين بأن يخلصوا لله جل وعلا في العبادة. فالله جل وعلا لا يدعو عباده بأمر بأن يعبدوه إلا بعد أن يقيم عليهم الحجج والبراهين الدالة على ذلك، كما قال سبحانه في آيات متعددة: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، إلى أن ذكر: وهو الذي وهو الذي. قال ربنا جل وعلا بعدها: ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. حجج دامغة قوية لمن يتأمل ويتفكر. تأمل في سورة الروم لما ذكر تلك الآيات: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، عدد ومن آياته ومن آياته، قال سبحانه: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كل هذا فيه دلالة على أن يعظم العبد ربه في كل أحواله، وأن يجعل ذلك عبادة يتعبد الله تعالى بها. فإن تعظيم الله جل وعلا في آياته الشرعية والكونية يزيد في إيمان العبد، لأنها هداية إلى الله. والله جل وعلا يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وأيضا مما يحقق للعبد تعظيم الله جل وعلا التأمل في هذه النعم التي بين يديك: نعمة الصحة والعافية، نعمة الأكل والشرب، نعمة الأمن والأمان، نعمة الاستقرار، نعمة الأبناء، نعمة المال، وما إلى ذلك. كل هذه نعم من الله جل وعلا تعين العبد على تعظيم الله جل وعلا: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، وما بكم من نعمة فمن الله. فالله سبحانه وتعالى هو المنعم، وقد حذر من إنكار هذه النعم، وأعظمها نعمة الإسلام التي أنعم الله تعالى بها عليك وهداك إليها، كما سمعنا في الآية: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحقائق كثيرة في تعظيم الله، أكتفي بهذا لأن الوقت محدد، وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا ممن يعظم الله تعالى في شرعه وحكمه وأسمائه وصفاته وفي ربوبيته وألوهيته، وأن يزيد في إيماننا بالتقوى والعبادة والطاعة والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين واقفين عند حدود ربنا لا معتدين.
متبعين لسنة نبينا لا مبتدعين، وأن يديم على بلادنا وبلاد المسلمين جميعا الأمن والأمان والاستقرار والاجتماع، وأن يعيدنا وإياكم من شر الفتن والمعاصي والذنوب. هذا ما تيسر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.